القلب ذكر في القرآن الكريم في أكثر من موضع، قد يصل تقريبا إلى 140 موضع في القرآن الكريم نظرا لعظمه، وتتجسد في القلب العديد من قدرة الله في خلقه. فإيه رأي حضرتك في ذلك؟ القلب مخلوق معجز من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهو المسؤول عن حياة الإنسان، وفي الدين هو موضع التفكير وموضع اتخاذ القرار وموضع الإيمان. القلب بيبدأ تكوينه مع بداية تكوين الإنسان، وأول حاجة تقدر تقول إن الحمل ده حمل حقيقي هو تكوين القلب داخل الجسم، بنقدر نشوفه عند الأسبوع الخامس، بيبدأ القلب يدق عند الأسبوع الخامس، يعني بعد 21 يوم تقريبا، يعني الأسبوع الخامس من الحمل هيبقى بعد أول شهر. أول شهر بتكون اول الكيس الجنين، وبعدين بيتكون جواه. هو الحقيقه حضرتك يعني تناولت معجزه القلب على غير باقي علماء في مجال الطب، لان حضرتك ذكرت ان القلب يعني كما ذكر الدين في مواضع عديده انه نعقل به ونفقه به ونتفكر به ونحزن ونشعر، كما ان القلب وحضرتك ذكرت في مرحله الجنين قد يعني يبدا عمله قبل الدماغ او المخ فيه. هو اول حاجه بتبدا عملها، وهو ده اول دليل ان في جنين حي في انه يتصرف الأرض. القلب يتصرف بدون اشارات العقل في بدايته. الفكره ان ربنا سبحانه وتعالى مش خالق اي جزء في الجسم بدون تفاهم مع الجزء الثاني، فهو ربنا سبحانه وتعالى لما بيخلق جزء في الجسم، الجسم كله بيتفاهم مع نفسه. الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء. الحقيقه دي ان مفيش اي جزء في الجسم بيشتغل لوحده. مثلا القلب فيه اتصالات شديده جدا بينه وبين المخ على كل المستويات. يعني من الحاجات اللي الناس ما تعرفهاش ان القلب بيفرز هرمونات. الناس تفتكر ان الغدد والانسولين هم بس الهرمونات، لا، القلب بيفرز هرمونات، وهرمونات ذات علاقه وثيقه بالضغط الدم وبتمثيل العناصر داخل الجسم، ولها تاثير على المخ. يصنف ذلك من احد انواع الاتصال الكيميائي بين القلب والعقل، وهناك اتصال شديد عصبي ما بين المخ والقلب، بدليل ان القلب بيتاثر باي تفكير او اي موقف بيحصل حوالين الانسان، بتلاقي فيه استجابه على طول من القلب. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك واشترك في قناتنا على يوتيوب الصحة تشانل.